فريدة اتفضلي. الو، أي فريدة، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم؟ لو سمحت يا دكتور، انا عندي 27 سنة ايوه ومتجوزة من 3 سنين، وكان عندي ورم والدكتور شالهولي، تمام. ودلوقتي انا حامل في الثامن. كويس. بس انا عندي مشكلة، انا كان كان عندك وزني ورم ليفي ولا كان عندك ورم ايه؟ كان ليفي. طيب اوكي، كنت شايلاه قبل الحمل بقد ايه؟ بسنة. اوكي، كان حجمه كبير ولا كان حجمه صغير؟ لا، كان صغير مش كبير، طيب تمام. وكان وزني قبل الحمل 100 ودلوقتي 85. اثناء الحمل خسيتي؟ خسيت يجي 15 كيلو. طيب تمام. الجنين والدكتور، حجمه كويس وكل حاجه؟ هو الدكتور بيقول لي حجمه كويس الى حد ما، كويس يعني، بس هو للاسف ما فيش بطن خالص، يعني انا دلوقتي في الثامن وما فيش بطن. يعني لو حجم الجنين كويس مش هتفرق معانا قوي، يعني ده اللي هنتكلم هكلم حضرتك عليه دلوقتي. يعني من الشهر الرابع مديني مثبت، كويس. ومن الشهر السابع بيجي لي طلقات ولادة. الدكتور بيقولي دي طلقات باردة، فلحد دلوقتي بيجي لي طلقات يعني. بس السؤال حضرتك ايه بقى؟ انا عايزة اعرف ده وضع طبيعي الخساسين اللي انا فيه ده، ولا دي هتبقى مشكلة عن الجنين؟ طيب هو حضرتك مفيش رغبة في الأكل خالص مش كده؟ لا، مش باكل كتير. طيب أنا هقول لحضرتك على الموضوع دوت، موضوع مهم أوي. أغلبية الناس لما بيحصل حمل بيحصل زيادة في الوزن، الزيادة دي بتكون من 8 ل 12 كيلو، في سيدات بيزيدوا 20 و30 كيلو، في سيدات بيزيدوا 2 3 كيلو، قليل قوي من الناس اللي بيقل الوزن معاهم مع الحمل. لكن احنا بنقول ايه؟ زمان كانت الطريقة الوحيدة لاكتشاف إذا كان الجنين صحته جيدة ولا لأ هي وزن الأم وكبر حجم البطن، فبالتالي لو هي مثلا ما كانش فيه أشعة تلفزيونية تشوف الجنين إذا كان حالته جيدة ولا لأ، كنا دايما هنقول لأ إن في مشكلة ونبقى خايفين والحاجات دي كلها. لكن في العصر اللي احنا موجودين فيه بنسمح إن حتى ممكن يحصل نقصان في الوزن لو كانت السيدة وزنها أوريدي زايد، لو كانت وزنها 100 كيلو أو ده طبعا وزن زايد، فبالتالي لو حصل نقصان في الوزن في اثناء الحمل لكن الجنين نموه ما تاثرش، ونموه ما تاثرش ديت هرجع اقولها مره ومرتين ان هو دوت بيتم قياسه ازاي؟ بيتم قياسه عن طريق اشعه تلفزيونيه من اليوم الاول، من بقى اول ما بتحمل من الاسابيع الاولى بيتم قياس حجم الجنين وبيتعمل له زي تشارت كده. هوت التشارت ديت بنعمل لها بلوتنج، كل اسبوع بنشوف الجنين فيه بنقدر نعرف في الاخر خالص هي وصلت لحجم قد ايه، ولا هي ماشيه على بيبقى في حاجه اسمها بيرسنتايل، اقل بيرسنتايل واكبر بيرسنتايل. لو هي الجنين ماشي في البيرسنتايلز العاديه مفيش مشكله، حتى لو وزنها اقل لو كان الوزن زايد ده مش مشكله، طالما احنا نقدر نعرف الجنين حجمه قد ايه او متاثر ولا لا. مش بس كده، احنا نقدر نقيس سرعه جريان الدم للجنين، نقدر نشوف تدفق الدم للجنين جيد ولا لا، فبالتالي احنا ما بنبقاش قلقانين على الجنين حتى لو وزن الام نقص، بالذات الامهات انا بقول اللي هما كان وزنهم زايد قبل الحمل، فاحنا ما نقلقش خالص. وبالنسبه للانقباضات اللي هي بتجي لها دي حاجه طبيعيه، ان بيجي انقباضات اللي هي بنقول عليها براكستون هيكس كونتراكشن بتيجي في اواخر الحمل، لكن هي ما تقلقش الحمل ان شاء الله هيكمل على خير يعني.